معجزة إلهية لهذه النعجة بإقليم الجديدة، وبالضبط بجماعة سنين شتوكا، حيث أنجبت 5 خفان، 4 منهم ذكور وأنثى واحدة، حالة المواليد في صحة جيدة. عندنا جا خويا ولدت ليا 3 سنين، وهي كتولد 3 3، وهاد هاد المرة حشت الكرش ديالها كبرت بزاف، وانا عارفه غادا تولد، جلس من الخدمه باش عرفتها غادا تولد تبارك الله اكثر من 3، وفعلا تبارك الله ولدناها الاول الثاني الثالث تبارك الله، شتا ثاني اتزدنا الرابع اتزدت الخامس تبارك الله. عائلة بوشعيب بقدر فرحتها بهذا العطاء الرباني بقدر قلقها على مصير هذه المواليد 5 في ظل الحاجة إلى رعاية الأم ورضاعة المواليد، الشيء الذي سيثقل كاهل الأسرة في غياب الدعم الرسمي رغم مجهودات جمعيات المجتمع المدني لمساندة العائلة. هاد النعيجة المعززة ديال الله ولينا كنفكروا فيها غير هي، نسينا الوليدات ديولنا والحليب، خاصنا لها الحليب، والباكيه كدي كانت كدي ما حدهم هما كيتزادوا، وخصهم الماكله كتزادهم، وحنا مع الحليب الباكيه ما كديش لينا، ما بقاتش كدير لينا غير نهار ما كديش، القاقله كيرضعوا يطروا نصف النهار، هما هاد الوليدات ديال هاد النعيجه، حنا نسينا الوليدات ديالنا ولينا كنتفكروا غير في هاد النعيجه. العائلة إلى غاية اليوم ما زالت تنتظر الطبيب البيطري للاطلاع على حالة المواليد حسب رب الأسرة، فرؤية البيطري تشبه معجزة الولادة.